السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نكملو في لابارتي لينكس، راح نشوفو لي سيرفيس ولي دايمن. اوكي دون سيت بارتي، وإذا قدنا الوقت إن شاء الله نزيدو نشوفو لي فايل سيستم ولي بارتيسيون. هادي سي لابارتي لو بلو كريتيك، لازم واحد فريمون ميتريزيها. السيرفيس ماشي حاجة كبيرة، هادي الكوم دي بي ماهيش حاجة كبيرة، واحد يقدر فاسيلمون يتأدابتا معاها. بصح كوتي افونسي خاص واحد يخدم عليهم قبل لا يخمم يفوت لا موديفيكاسيون. الوغ كي نحكيو على السيرفيس ولا دائما في لينكس بصفة عامة، عندكم شاك utilitaire installé هو généralement عبارة عن سيرفيس، اوكي، ولا سيرفر كاريمو كيما حكيت انستالي سيرفر ويب سيرفر، ولا انستالي سيرفر اف تي بي، ولا انستالي ان فاير وول، ولا انستالي autre chose. هادو généralement كي تنستاليهم يتنستاليو سو فورم دو سيرفر، استادير ما يبديش اوبيراسيونيل حتى démarrer le serveur. Alors, le service lequel il démarre le système, ou le système dit lui-même. Ok, c'est la version je dis, puisque actuellement, on a créé mon système D au lieu de système 5 ou le système V. Avant, quand il est le premier process ou le daemon qui est exécuté dans le système D, ou le reste gagé hérité maintenant. Alors, qui n'a qu'il y a la gestion de service, il y a un cas où la gestion sera système D. Hatta la commande, c'est système CTL ou le système contrôle. Alors, qu'il y a une chose, par exemple, عندك un serveur web, ما راهوش opérationnel tant qu'on ne démarre pas. وحتى وديماره وغلطه وتستوبيتو تولي لو سيرفيس ماهوش اكسيسيبل، واحد ما يقدرش يستفاد من هذاك لو سيرفيس. الوغ كاين حاجه اخرى، الديماراج نتاع لو سيرفيس كان قادر يكون اوتوماتيك وقادر يكون مانوال. شنو معناتها اوتوماتيك اذا لا ماشين ريديمارات وديمارات من جديد، هذاك لو سيستم سيستم دي ديماري اوتوماتيك. اذا كان مانويل لازم يديماري بلا لين دو كوموند ولا بالانترفاس اللي راك تخدم عليها. هادي سي تو ديبون واش راك مكونفيغيري لو سيرفيس نتاعك. الوغ لو سيرفيس قلنا ريكوبيري غير ادريس اي بي تاع لا ماشين نخدمو عليها. Alors, je voudrais que le louche واحد يقدر et manipuler le système. Chaque service a des fonctionnalités qu'on peut appeler. Les sont par défaut l'état de stop, start, on démarre, redémarre, reload, donc on reload, reload, ce que ça masque, ou là, on le masque. ديزاكتيفيوه ولا ناكتيفيوه ديزايبل انيبل. دوك نشوفوا لاش السر، راح نفوتوا عليهم بالوحده. الوغ كي نحكيو على ان سيرفيس، اوكي ديجا
manipulation تاع لي سيرفيس تصرا بل تصرا اون يوتيليزون ان كونت بريفيليجي سوا روت سوا ان يوتيليزاتور بل كونت بريفيليجي نتاع اوكي سيستم سي تي ان لا سينتاكس جينيرال هذه هي وهنايا ستاتوس مثلا اس اس اش دي الو كان غير نتفاهموا على حاجه لي سيستم دي عنده بليزيور يونيتي حنايا رايحين نشوفوا لونيتي سيرفيس ما خاصنا ما راحش نشوفوا دي زونيتي اخرين كاين سيرفيس كاين سوكيت كاين تارجت اوكي هادو كل حاجه وعندها سينيفيكاسيون تاعها حنا اليوم رايحين نشوفوا سيرفيس واش معناتها لا جيستيون دي سيرفيس الوغ كي ندير هنايا من ديفينيس واش هو لينيتي ا انتيروجي ولا اللي غادي نتعامل معاها غادي يروح للسيرفيس بار ديف كي نقراو حنايا السيرفيس اللي هنا ديجا راح نشوفوا اسم تاع السيرفيس اوكي لودد لودد معناتها قرا لي فيشي دو كونفيغوراسيون بليز امبورطون لهنايا انيبل واش معناتها معناتها كلو سيرفيس هذا كونترو ديماري لا ماشين يديماري اوتوماتيك اوكي وهنايا اكتيف ليطا اكتيف قادر تكون هنا اكتيف مي هنا ماشي شرط يكون رينينغ رينينغ معناتها لا اون كور دو اكزيكيوشن قادر تكون اكزيت تسمى درت ستوب ودرت ستاتوس ديريكت مود شوف اكتيف مي اكزيت صدر اكتوال مور راهو يحبس هذاك لو سيرفيس من بعد قال كاريمو اناكتيف اللي ما راهوش اون كور دو اكزيكيوشن واش يمد لك اوسي لهنايا تري امبورطون des informations et le fichier de configuration les touche ou le daemon هادو لي فيشي هيلب نتاعهم هادو زوج سي لي فيشي هيلب نتاعهم الوغ هنايا سي اكطوالمون واش هو لو بي دي تاعو اوكي ولو راس ما يهمناش هادو اخر لوغ دار راح نشوفو مثلا un autre service status j'espère qu'on connaît un exemple d'accord Apache disabled inactive c'est un service qui est accessible كاين mais ماهوشم ديماري déjà وما هوش مأكتيفي باش يديماري بار ديفو مع السيستم كنديرو ان اوتر سيستم كي نيكزيست با ما كانش اصلا دي لو بروبليم نشوف حاجه ما نش انستاليها هذا راهو انستالي راح نحيوه باش نشوفو ان اكزومبل نتاع اوكي نروحو نعاودو نشوفو دركا ليطا تاعو اوتوماتيكمون كون نوت بي فاوند واش معناتها معناتها ماهوش كاين تما السيرفيس هذا لما صبتوش لازم تحوس عليه بوغ ان انستالاسيون رجعوا لو ليكزومبل نتاعنا اللي هو اتش تي تي بي هاد لي زانفورماسيون نقدروا نجيبوهم ديريكتومو اترافير دي زوبسيون نتاع سي سي تي ال سيستم سي تي ال از انيبلد ديزابلد ديريكتوم هادي باش نبوزي لا كاسيون نطرح سؤال اسكو هاد السيرفيس اللي راني دايرو اوكي اسكو هاد السيرفيس يديماري اوتوماتيكمون كان تعاود لا ماشين ديماري من جديد نفس الشيء نديروها باكتيف الوغ هنايا كاين حاجه قادر يكون عندك ان سيرفيس اللي هو اكتيف بصح
راهو ديزيبل كلش معناتها معناتها بلي هاد لو سيرفيس ديماريناه مانويلمو بصح اسكو نقدر نلقى العكس راهو اينابلد بصح حنايا اناكتيف هنا اينابلد بصح حنايا اناكتيف اسكو نقدروا نصيبوا هاد لو سيناريو الوغ هاد لو سيناريو نقدروا نصوبوا وقتاش وقتاش نصيبوا هاد لو سيناريو عندنا لا بوسيبيليتي باش نصيبوه سي كو اون انستالي لو سيرفيس واكتيفيناه مي مازال ما ديماريناش صاي ولا الحاله الزوجه انو السيرفيس راهم كونفيغوري باش يديماري اوتوماتيكمون مع السيستم ديمارينا السيستم وديمارا وحبسناه مانويل هذا سي ان اكزومبل الوغ سي جو فو ديماري ان سيرفيس واش ندير ستارت اتش تي تي بي دي وهنايا جبو كيف يقول لي راهو اكتيف بار كونتر يدي توجور ديزاكتيف بور اريتي ان سيرفيس Stop. OK. Pour redémarrer un service, par exemple, à home start, on dit restart. Et là, il y a fait le cas. Il y a un peu de temps. OK. Donc, il y a un peu de temps entre le système restart et le système reload. Il y a un peu de temps entre eux. هما نفسهم غادي يعاودوا يشارجيو السيرفيس من جديد لا ديفيرونس بيناتهم واش هي الوغ نعطيكم ان سيناريو الوغ ان سيناريو سورتو السيناريو الكبير اللي يتعاملوا به الناس ولا ليكزومبل اللي يتعاملوا به هو تاع الويب فرضا عندك سيت ويب انت راهم يبرجي في هاد لا ماشين اوكي بديت الناس رايت اكسيدي واحد هاد لو سيت فيه ان بروسيس دو بايمون اونلاين واحد راه يخلص مع فاكتور اونلاين فات لا بارتي دخل فيها لي كوردوني اوكي وخرجت من السيت نتاعك رحت الثيرد بارتي اللي هو اسوري لو بايمون بدا يدير الترانزاكسيون من بعد يرجع للسيت تاعك وكان نتايا في المومون اللي قبل اللي يرجع لك درت ريستارت لوبيراسيون تتنحى من الكونت نتاعك مي سيرفيس اللي شريته اون فان كونت يبقى توجور ديزاكتيفي بيسك ما على بالوش الروتور نتاع لاخاطش على السيرفيس كان حابس وهذه غراف سورتو سور ان سيستيم كيما السيرفيس كيما لو الوغ لا ريكومونداسيون واش هي سيات سي رولود ريستارت واش معناتها الوغ غادي نشيماتيزيو هاد لوبيراسيون الوغ عندنا ان سيرفيس اتش تي تي بي اتش تي تي بي دي اوكي ولا اباش 2 الناس اللي راهم يخدموا هناك عندك دو بوسيبيليتي سوا سوا دير ريستارت اوكي سوا دير ريلا اوكي راه راح نقراو كل وحده فيهم بليطو كل وحده فيهم واش غادي تعطينا كوم سيناريو هاد الاولى واش رايح دير رايح الحاجه الاولى اللي ديرها ستوب واش معناتها هنا
qu'il peut dire ta le service l'irani habit من بعد واش دير هنايا تجي دير ستارت وهذه في ستارت فرسان ريد كونفيغ هذا وش يصرا في الديماراج تاع السيرفيس والله جينا لهنا معناتها هذا السيرفيس اللي جات هنايا هذا سيتا نيو بيدي كي امبليك نيو process اوكي فلوكا هنايا الا كانت اوبيراسيون تصرا لهنا تو لي اوبيراسيون يحبس هذا هو البروبليم اللي راه عندنا لهنايا في هذا لوكا تو لي لي بروسيس راحين يحبسوا الوغ هنايا في الدوزيام سيناريو السيستم واش يدير الوغ هنايا السيستم او ليو دو فير واش يدير الى فورسي دو سيستم كونفيغ فاين avec c'est ma same process OK ثم هذه لهنا كي نجي نشوفوا هذه لوبيراسيون هنا ثم وصلنا للميم سيتوياسيون لهنايا مي sans interruption de service sans interruption de service. Alors, راح نديرو نشوفو exactement واش صرا. هنا البي دي كمل كاريمون، تسمى لي زوبيراسيون اللي كانوا يتخدمو، قاعد انيلو، لي سيسيون اللي كانوا مفتوحين، قاعد يحبسو، وتولي توت ان سيرفيس، تادير اللي كان مكونكتي يروح يكونكتي قاع من جديد. Alors, ان اكزومبل. Alors, هادي لو كا نتاع load and reload راح نشوفوا لهنايا كي نديروا سيستم ctl status httpd راه اون كور ديكزيكيسيون اوكي الوغ لهنايا بي جراب باش نشوفوا لي بروسيس شفتوا لي بروسيس راح نديروا سيستم CTR reload HTTPD ونعاودو نقراو لي بروسيس نفسهم au lieu de faire un reload راح نديرو restart ديجا لو temps de réponse ماشي كيف كيف هذاك كي كملو الدوزيام شويه طول وكي نشوفو لي بروسيس هنا تبدلو الوغ هاد لي بروسيس اتش تي بي بار ديفو طلع خمسة تاع لي سو سيرفر اوكي هادي بار ديفو تسمى هادي سي كونفيغورا سي تو ديبون على لو نومبر دي يوتيليزاتور لي راحين تكونكتاو على هذاك لو سيرفر تسمى هادي تعاود سوبريمي كاريمو تاريتي لو سيرفيس وديماريه من جديد تسمى هادي بيرد دو سيسيون بيرد دو دوني كاين لود ما نعرفهاش لود
بك في سنة أول ثلاث هرب ده ما كانش لا الرولود ما تبدلتش هاي هنا تحاول الجراب اللي راهو كاين وهو الرولود تاعه كي نعاودو لهنا هذا لو بي دي اللي حنا يهمنا باسكو هادو سي دي بروسيسيس فيس هادو ما يهموش هادو داكوغ هذا هو البروسيسيس اتش تي بي دي هادو غير دي بروسيسيس سكوندير حنا اللي يهمنا هو الاول خاطش انت كي دير هكذا ستيتوس هنايا عندك مين بي دي هذا هو الفري سيرفر اتش تي بي دي هادو سي دي فورك نتاعو اوكي ما يهمش مهم هو الكونتينيو دو سيرفيس لي سيسيون اللي كاينين بصح يقدر يافكتيهم من بعد الدور مهم لو بروسيسوس انيسيال ما توشاش اوكي الوغ سيستم هاك ديزايبل HTTPD هذا pour désactiver le service باش يولي هنايا disable pour activer باش يولي يديماري مع السيستم هنايا نديرو enable اوكي الوغ هنايا سي فور زافيرو ماركي enable اون فان كونت واش دار راح نشوفو لكم غير كريا اون اونتري في سيستم دي ملتي اتش تي بي دي ورلياها للسيرفيس انيسيال باش يعاود يرجعه ديزايبلد واش راح يدير راح ينحي هاد لو فيشي اللي درته ما ريال ما هو ما يدير والو اوكي تما لا كان راك حاب تاكتيفيه انت اوتوماتيكمون واش لازم دير تروح تكري ان ليان وحدك لهنايا و سي بون هاي و سي بون سي لا ميثود مانيوال باش انت تكري دي تاكتيفي ان سيرفيس او ديماراج دو لا ماش الوغ هادي سي ديزاكتيفي و اكتيفي كاين حاجه وحده اخرى سيستم سي تي ال ستوب اتش تي بي دي كاين حاجة أخرى يسموها ماسك شتو شكرية سيستم دي فير ديف نون وش معناتها هذه معناتها هذا السيستم عمره ولا هذا السيرفيس ولا هذا دايمن عمره ولا رايح يديماري كلك سوا لا ميثود اللي تيتريزيها حتى لو كان انيبلد ولا تجي دير له ستارت ما دير له ستارت هنايا ما ديماريش امبوسيبل ديماري هذوك لا كاسيون لهنايا سؤال يقول له علاش حنا ماسكي وان سيرفيس الوغ هنايا بور ايفيتي لي كونفلي سهله كاع ديفينيسيون سهله بور ايفيتي لي كونفلي جينيرالمون يكونوا عندنا دو سيرفيس دو سيرفيس يديروا نفس الشيء واحد زياده على واحد في لي فونكسيوناليتي تما ما خاصهمش يطلعوا مع بعض لازم نديسيدي شكون اللي يديماري واحد منهم يديماري ما لازمش ليدر الوغ لهنا واش نديروا نيتيليزيو ماسك اوكي اذا كان شفيتو في الانستالاسيون لي جون اللي حضروا معنا اوبن ستاك واش درنا درنا ديزاكتيفينا نتورك مانجر صح ديزاكتيفي مصيبة تاعها انه قادر ديماريه بالغلطة باري ريت ديماريه ولا ان اوتر سيرفيس كي ديبوندو هذاك لو سيرفيس يقدر يديماريه اوكي وفي هاد لو كا لا ديزانستالي حكاية اخرى ديزانستالي ما با فورسيمون ديزانستالي كاين دي سيرفيس سيستم لي ما لازمش نعطيكم اكزومبل عندكم فاير وول دي
firewall D, c'est le firewall par défaut de la version 7 ou de Red Hat ou de CentOS. Ou qu'il y a un firewall qui est maintenant, qui est IP tables. مصيبه هادو زوج عمرهم ما يتمشاو مع بعضهم مستحيل صح ما نقدرش نديزاكتيفي اي بي تيبلز ما نقدرش نديزانستاليها علاش باسكو فايرول دي اصلا الباك جراوند تاعها هو اي بي تيبل وفي هذه الحاله وكان تروح تنحي كاع لو سيرفيس هذاك كامل باي باي لو سيرفيس الزيرو اوكي الوغ هذا سي جوست ان اكزومبل نعطيكم ان دوزيام اكزومبل تاع نتورك ونتورك ماناجر تاني لي دو سي دو سيرفيس دو سيرفيس اللي يديروا لكم المام طرافاي مي ماشي ماشي كامل لي فونكسيوناليتي اللي كاينين في البرومي كاين في الدوزيام اوكي الوغ لهنايا سي لازم تعرف نتايا واش راك حاب دير الوغ Système CTL, généralement, on utilise un masque HTTPD. On va changer qui mec. Ok? Alors, tu vois les histoires, comment les histoires de lien pour voir l'utilité de lien dans le système. Des liens, des raccourcis, on a un saillot opérationnel. On ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas, نحيها كامل خش جي نهار وين نسحقها وفي هذه الحاله لازم عاود انستالي دوبل ترافاي الوغ لهنايا كاين ثاني سيستم سي تي ال ديست يونيت هاي وهنايا راح تشوف تولي زونيتي اللي كاينين ولو كاد ولا وش راه فيهم وشكون اللي راهو ديزابلد شكون اللي راهو انيبلد شوفوا هادو بصح تولي ديزونيتي اون سون فو دو تيب دو لي دو لونيتي هنا راهم لي سيرفيس جايين في البديه اوكي ها هما تاني لي سوكات نقد نلقو باغ اكزومبل دوت سلايس نلقو تاني تارجت صح انا قادر انا ما يهمونيش هذيك تارجت يهموني غير يونيت تيب سيرفيس وهنايا غادي نافيشي غير لو كا لي طا نتاع لي سيرفيس اللي راهم كامل الوغ هنايا قادر واحد يزيد States enabled اوكي وهنايا غادي نخرج كاع لي سيرفيس اللي راهم اونكور وتخوموندي يقدروا يديماريو مع السيستم وكاين نفسها من سيت فواسي بلا فايلز هنا تعطيك كاع لي سيرفيس و لي طا تاعهم اسكو لي لودات اسكو لي اكتيف ولا لا لا وهنايا نقدر تاني هادي هادي نجبد منها كاع لي سيرفيس اللي راهم طالعين تيب سيرفيس ستيت اكتيف اوكي الوغ هنايا يجيب لك كاع لي راهم اكتيف اوكي شتو قبيلات واش كنا نحكي وكنا نقولوا كاين اللي يكون اكتيف رينينغ وكاين اكتيف اكزيت هادير اونكور دو الوغ هادي سي لا فاصون اللي واحد يقدر ينتيروجي بها لو سيستم الوغ كاين حاجه اخرى ثاني سيستم سي تي ال بيست يونيت فايل تيب تارجت وهنايا شوفوا كاع لي تارجت اللي راهم عندكم نديرو ستيت انيبل
ونحكي وش معناتها target. Alors target هو le niveau de démarrage اللي راك حاب تدخل فيه. اوكي نقدر ندير هكذا سيستم CTL list dependency نتاع graphical target صح نشوف غير تيب target الغوش معناتها معناتها هذه اللي كانوا بكري يسميوهم النيفو 0 1 2 3 4 و 5 و 6 الزيرو معناتها لاريت على ماشين الأ سينجل يوزر الدو مود مانتونس ولا ملتي يوزر سون اكسي ريزو والتروا سي ملتي يوزر افيك اكسي ريزو مي سون انترفاس جرافيك الكات ريزيرفي سانك افيك انترفاس سي الانترفاس جرافيك سي مود بيرو وعندكم سيس لو ديماراج هادو اللي كانوا بكري اوكي السيس والسانك دروك هذا ملتي يوزر تارجت هو لو سيس اللي هو لو غو ديماراج سما كي تدخل مود تارجت يوزر تارجت يوزر ملتي يوزر هنا دخلت مود تاكس راك حاب تدخل مود جرافيك لازم تطلع هنايا target graphic اوكي تدخل target graphic باش تعرف نتايا قبل هادو واش معناتها معناتها باللي الجرافيك مستحيل يطلع وكان ما يكونش داخل ديجا مود ملتي يوزر تسمى وكان ما يكونش لو مود تكست كاين والمود تكست واش فيه فيه كاع لي سيرفيس لي تاكتيفاو كي تدخلوا في هذاك التارجت صاي كي تدخلوا في هذاك التارجت ها هما كاع لي سيرفيس لي تاكتيفاو كيما هذا التارجت سيس اني سي تان تارجت سبيسيال اللي هو خدمته انيشاليزي اوكي هنا واحد يعرف سيستم فريمون كش راه يديماري وك تشوفوا اسكازي سيرفيس وين راه راهو في لا فاز دي انيشاليزاسيون وفيها لا بارتي ال في ام هادو كاع دي بارتي واحد يعرف السيستم كي ديماري اكزاكتومون واش يديماري في البداية اوكي الوغ هادي سي جوست باش بور افواغ اون ايدي على لي تارغيت اللي كاينين واحد يقدر يعرف السيستم جات ديفولت ويعرف التارغيت اللي راه فيه اكتويلمون تسمى انا راني داخل او مود جرافيك انا راني داخل او مود جرافيك لحبيت نباسكولي او مود تاكس داكوغ ها هو لا ماشين تاعي نبارطاجي معاكم كامل البيرو شوفوا الوغ راهو او مود جرافيك اوكي واش راح نديرو راح نباسكولي باسكولي او مود سيستم سي تي ال ايزوليت اوكي ملتي يوزر هاي شوفوا بلي هاي حبس الجرافيك حبس اوتوماتيكمون كان ندخل لهنايا خصني ندخل غير بصح وكان رودي ماري لا ماشين كو سي جو روديمار لا ماشين دوك نشوفو كي تروديماري كي تعاود تطلع تطلع او مود جرافيك علاش بيسك هادي ايزوليت ال شونج لو مود تمبورالمون هادي جوست بور تيستي قبل ما نفوتو لو مود بيرمانون وهنا دوك تشوفو غادي تدخل اوتوماتيكمون او مود جرافيك وهنا لا ماشين رجعت في مود جرافيك كان ندير عاود سيدو
system CTL gets default. عاود ولات لي جرافيك. كان رجعها ايزوليت وندير جيت جرافيك جيت ديفولت. واش معناتها؟ معناتها اكتويال مون شويه ملتي يوزر بصح البروبليم وكان عاود جو ديماري ترجع لي او مود جرافيك هكذا كوم سي ما درت والو. الوغ هذا باش نموديفيو هذه اون فاسون بيرمانونت. واحد يديرها يدخلها اون مود تاكس ديريكت مود فاسون بيرمانونت يدير سات ديفولت ويدير ملتي يوزر مثلا. صح راك تشوفوا باللي هنايا سي بون راني اون مود ملتي يوزر. بصح انا راني عاد في الجرافيك علاش؟ بيسك هنا لازمني سوا رودي ماراج سوا ندير ايزوليت. هنايا هنايا درك باش شفنا كاع لي سيناريو بوسيبل تما دروك انايا بيسك راني درت هكذا راهو اون مود ملتي يوزر كي ندير روبوت لا ماشين الفا روبوتي او مود تكست او مود تكست. هذا ما كانش الانترفاس جرافيك. واحد اللي حاب يدخل يدخل اترافير لي كونسول فيرتوال سينو سا مارش با. دونك سا سي ان اكزومبل دوتيليزاسيون دو الوغ لهنايا مو اوكي راني اون مود. سي جو في سيستم سي تي ال جيت ديفولت هادي في راني اوكي. الوغ سا سي لوتيليزاسيون تاع لي تارجت. لي تارجت قادر واحد يدير سيت ديست يونيت اوكي ويدير غير تيب تارجت باش يشوف كاع لي تارجت لي بوسيبل لي كاينين. اوبس هادي ماشي حاجه مليحه. فايل خير تعطينا ليسونسيال ما خصناش كاع لو ديتاي هذا. وهنا عندكم دي ستاتيك. واش معناتها؟ معناتها هادي ما ديماريش انت ما تقدرش ديماريها مي يقدر يديماريها ان دايمون. ستاتيك معناتها ديمارا كو اترافير لو ان اوتر سيرفيس. تسمى هادي تارجت هادي باش تدخل فيها صوب اللي عيطت لها تارجت خد اخرى تقدرش تروح لها انت ديريكت. الوغ هذا سي ان اكزومبل ديوتيليزاسيون تاع لي تاع لي راح نديرو غير حاجة لهنايا نديرو جراب شوفو هادي واش هي. هادي كنترول الت سوبريم سي تان تارجت. ها ان دايموند سي ان سيرفيس لوسكون بارل دايموند سي سيرفيس غير سا ديبون لا دوكيومونطاسيون واش تصيبو فيها. هادي سي تان تارجت لي راهو ديزاكتيف تارجت سي الت كنترول الت سوبريم. لما واحد يدير كنترول الت سوبريم سير ان سيرفر ديغا يردي ماري سيرفر ديريكتومون. صادير هادي نقدروا يا موان باش واحد ما يجي ويدير كونترول الت سوبريم ما تمشيش تما وكما يلوغيش ويدي ماري سيرفر امر سيرفر ولا ولا ترو دي مار. الوغ سا سي لا جاستيون دي دايموند دون فاسون جينيرال. واحد كاش يشوف لي سيرفيس كاش يديماريهم كاش يماسكيهم كاش ياكتيفيهم كاش ديزاكتيفيهم
كاش يشوف الستاتيو تاعهم الفرق بين واحد يريد يماري ان سيرفيس بالستارت ولا يدير لها ريلود. الفرق بيناتهم قلنا الاولى تقتل كامل بي اي دي وتجيب ان بي اي دي جديد ان بروسيس جديد. الزاوجه واش تدير لو بي اي دي برينسيبال تاع البروسيس برينسيبال ولا الديمون برينسيبال ميموج اون فورسيوه غير يعاود يقرا لي فيشي دو كونفيغوراسيون من جديد و سي بون. اسكو فوز افي دي كاستيون؟ Alors, la question, comme c'est quoi le dégât de dire que le contrôle alt supprime? Imagine la machine qui a craqué, qui a été OK? Ou c'est un traitement en cours d'exécution. Ou vérifiez la machine, ou vous avez fait un logout, ou vous avez fait en arrière-plan. ويجي واحد يدي كونترا الت سوبريم السيستم واش يدير يحبس كل شيء ويرد يماري لا ماش راح يروح لو سيرفيس ولا انت عندك ان سيرفر ويب كريتيك الناس قاعد يتكونكتاو له يجي واحد بار ايرور يدير كونترول الت سوبريم قال باغ اكزومبل اوليو يدير كونترول الت اف 2 باش يروح باغ اكزومبل دوزيام كونسول فيرتويال غلط دار سوبريم يرد يمارا راح يروح وقال لي سيسيون اللي كانوا اونكور برا انه لو مومون تاع ان سيرفر باش يرو ديماري دي فوا اونتر اون دو حتى فوار تل سامين سا ديبون التيب تاع السيرفر. الوغ هنايا تولي فريمون دونجي لوتيليزاسيون تاع لوتيليزاسيون تاع لي دي توش دو كلافي. كيل لا ديفيرونس اونتر سيستم دي اينيت. Alors, système D, on va dire schématisé, on va faire la différence bien être. Alors, on a un démarrage qui a deux méthodes. Soit on démarre le système D, ou on démarre le mode l'académie, le qui est init. System 5. Go system 5. Hada utilise un process wahda ou hada utilise un process wahda. D'accord? Nous voulons le hnaya d'alka. Le process li hnaya li jiri kullish huwa system D. نفس الاسم اوكي. وهنايا اللي يجيريها سي انيت هو لو برومي بروسيس اللي اكزيكيوتا كي ديماري السيستم اوكي. الوغ من بعد هذا واش يدير يباس لي تولي ليكزيكيسيون من بعد بهذا لا فاصون يجي هنايا انتوزيام عاود بروسيس ماش راح ندخلو في كاشيرة هذا بروسيس اوكي. عاود يجي انوتر بروسيس اللي هنايا تال بروسيس هذا كامل يتخدم دون فاصون هذه تنخدم دون فاصون سيكونسيال واحد يديماري مور واحد وهنايا قادر السيستم يل فا بروند باغ اكزومبل واحد 3 مينوت باش يديماري هاي 3 مينوت باش يديماري باغ كونتر هذا لا لا هذا قاعد وش يدير يجبد البروسيس 1
وكاين بروسيس 5 وكاين بروسيس 1 بروسيس باغ اكزومبل 1 هادو كامل يتكزيكيتاو اون باراليل صاي حتى هنا وكل واحد عاود يهودو لي بروسيس تاعو صاي هادو اكونديسيون كو هذا وهذا ما عندوش بيناتهم انديبوندونس صاي هذا ديبون با دو هذا وان سي دو سويت هنا كاع ما كاش ديبوندونس سي ديا انديبوندونس يا تحت تما لا عندك اباش اباش خاصها الريزو الريزو ما اباش ما ديماريش حتى يديماري الريزو صا بار اكزومبل مونتاج والريزو دو تروك ديفيرون يقدروا يديماريو مع بعض تما وهنايا ان رابيديتي تاك تجي أقل من 1 مينوت بوغ لو ديماراج وهنا تشوفوا لا رابيديتي اونتر لي دو تسمى لا كان هذا 3 مينوت باش ديمارا هذا بالك 20 سكوند يكون ديمارا سي بون أسامة وي الوغ هنا نعطيكم دي زيكزومبل كيما ريل 7 ou plus CentOS 7 ou plus gay khedmou bhad ou men rel 6 ou habat kamel khedmou b system 5 OK هادو سي دي زيكزامبل نتاع دي سي سيستم ستادير ان سيستم اللي كان الواحد يخدم ب بريد هات 6 ونشوفوا لهنايا لا ديفيرونس في لا جيستيون دو بروسيس الوغ هنا جيستيون دو بروسيس كيما هنايا سيستم سي تي ال ستاتوس Service, par exemple HTTP, D, OK, هذه l'équivalent تاعها في السيستم دي حاجة أخرى Service HTTP D star, OK, وين سي دو سويت بور سا par exemple si je fais system CTL Enable HTTP D OK هذه هنا ليكيفالون تاع حاجة أخرى هذه CHK config HTTP D on والسيستم CTL disable HTTP D هذه الإكيفالون تاعها هنايا CHK config HTTP D off صحيح هذه الديفيرونس الأولى اللي كاينة بيناتهم داكوغ نزيدو ديفيرونس زوجة ثانية سكو هذا لهنايا سيستم سي تي ال ثاني لا ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم راحت لي استغفر الله ايه
تسمى بهنايا باش تباس كويري فيغ ان اوتر نيفو باغ اكزومبل رانا في الجرافيك وباين نروحو للمولتي يوزر سيستم سي تي ال ايزوليت جرافيكال وان تارجت باغ اكزومبل هذا ليكيفالون تاعها هنايا ما كانش كاين سيستم ثروة بكري كانت لهنا مثلا واحد يدير روبوت في السيستم دروك هنايا قادر ديرها بإينيت سيس اوكي سي دو سيستم ديفيرون كاريمون دو سيستم ديفيرون هذاك بازي سي سيستم دي والاخر بازي على لو إينيت هذا سي لو برومي بروسيس لي ديماري وهنايا البرومي بروسيس لي ديماري هو سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز ماشي عارف راكم سمي روحك بالجنتلمان سي لا ميم شوز كادي سي نيفو بوكو بلوس سيستم هذا السيستم دي كاين كاين ف كاين في اوبنتو كيما كاين في سانتا واس كيما كاين في ريد هات وقبل كاين انيت سيت سي لا ميم شوز اوكي اسكو فوز افي دوتر كاستيون هذا واحد لازم يكون يعرف لا ماشين كتتمشى كي ديماري كي نافونسي ان شاء الله في النيفو بلي افونسي راح نشوفو ايتاب بار ايتاب لا ماشين كي تجي ديماري واش صرا فيها اكزاكتومون شكون كان يصرا لك ان بروبليم في الديماراج تعرف اوتوماتيكمون واش راهو وين كان الفيشي دو كونفيغراسيون توشي كان البروسيسوس ولا لازم فيريفي هذه لازم واحد امومون دوني كي يحكي ويقول انا ادمين سيستم يعرف هاد البروسيس كاش يصرا الوغ سا سي l'utilisation de système de ou la gestion des gestion des services. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Donc on va aller à une autre chose qui est création ou le montage d'un système de fichiers. D'accord? معنيش فاهم نايم وش دخل ويندوز هنا ما فهمش لا كاستيون تاعك نعيمة سي بوسيبل تعاودي تصيغيها لي ب وش بها لا نوشن دو تارجت يا نعيمة راكي تقولي الواحد جزائري يقول لي السلام عليكم كيقولوا لها بالشنويه انا هذه كاسيو انا نبعث لكم انا نسقسيكم عليهم اوكين ايدي ميم لا نخدم بويندوز نديماري لونسير لابليكاسيون اللي تحتمت باش نخدم بها في ويندوز نكملها ونجي راي اوكي نعمه هادي ان شاء الله شوفوا كان شو واحد يكون بيان في ويندوز بالك ان شاء الله يدير لنا ان تروك باغاي كوتي ويندوز تارجت جديد حتى في التارجت ما كانش كاين حتى في لا فيرسيون 6 اوكي غير من 7 و 8 اللي بدلوا لو نيفو بكلمه تارجت بكري كانوا قالوا يهضروا نيفو دو ديماراج ودروك راهم يهضروا تارجت سيبل دو ديماراج هذا مكان السوكات اللي بوكو بلوس ريزو داكور ما راحش نقول لك حاجه بلوس كو سوكات رولي للريزو اوكي سوكات رولي للريزو و اللي بوكو بلوس لي لي سيرفيس ريزو زيدو C'est bon?
une bonne question dans le script. بكري كان باش يدخل في النيفو باش يكون نيفو 0 ولا نيفو 3 ولا نيفو 4 سي ان سكريبت شيل اللي لازم تبوزيسيوني تحطها في ان ريبرتوار بيان ديتيرمين وان سكريبت شيل عادي في السيستم دي يمكن لكن عندها ضوابط لازم تتبع لي ريكومونداسيون تاع السيستم دي سينو ما يمشيلكش اوكي ممكن زعما قادر نجيب انا ان سيرفيس قادر نجيب ان سيرفيس ما فيش ما نقدرش ندير لا سيستم دي ستارت اسم السيرفيس انا ديفلوبي تاع ما فيش هذه فونكسيوناليتي سيستم دي ماهوش انتجري ما يعرفهاش سيستم دي سموش لازم انايا نعرف سيستم دي به ما لازم ندير لي سكريبت نيسيسير قادر ندير لو سكريبت غير دو ديماراج و اري ستار و ستوب ما نديرش تاع ستيتس قادر نزيد له تاع انيبل نشوف كاش ندير انيبل انيبل شفناها راهي ساهله غير حكايه تاع انه تكري ان ليا في السيستم ني بلس ني مو اكرام تقدر دير له انيبل نورمال عادي Alors, on arrive à la fin de cette session. Ok, on a beaucoup plus de système D. Je ne vais pas dire plus, puisque je vais upload le fichier qui confie beaucoup la durée sur YouTube. Je préfère le faire aujourd'hui. Et inshallah, اليوم نافيشي وغدوة ان شاء الله اكلر نعاودو ريبروني ونديرو كرياسيون سيستم دو فيشي